طيب اسره بدر بنون بتحتفي بالزغاريت بالزغاريت المغربيه وبالفرحه بالاهلي ونجاحه. طب ايه قصه بدر بنون بقى؟ ايه حكايته مع الكوره؟ بدات ازاي؟ حب الكوره ازاي؟ معرفته بالاهلي كانت منين؟ اعتقد من المهم جدا نسمع والد بدر بنون الاستاذ عزيز بنون وبيحكي لكم قصه بدر بنون. زعليت تحمل كل شيء ولكن الحمد لله ربي جازاه. فريق كبير نادي القرن باش تخش على نادي مثل النادي الاهلي راه حاجه كبيره، حاجه كبيره بزاف. المستوى اللي ظهر به بدر في اول مباراه يلعبها في كاس مصر وياخذ ويحصل على كاس مصر. اول ماتش هو اللي لعب معاه في كاس مصر، اول ماتش كنت متيقن بان غادي يكون احسن. هو داخل على ضربه الجزاء انا مرتاح منه من ناحيه ضربات الجزاء، دائما كنكون مرتاح لان كنعرفه غادي يسجل الحمد لله بالتوفيق من عند الله، ولكن عنده خاصية ديالو هو لحد الساعة غادي مزيان في ضربات الجزاء. أنا سمعت أنه هو بار بالحي كله، وحتى سألت الحارس بدي تيشيرتات بدي تمام. إيه اللي كان بيحصل يعني؟ تمام. هو إيه الهدوء اللي من عنده ده؟ هدوء جاي منين؟ من حاجته ما هي حاجته، يعني كل حاجة يعني اللي في إيده مش له. تمام كل حاجة يقول ما في مشكل الحمد لله. الخير اللي تيدير مع الناس راه كبير ولد الخير، راه كبراتو جداه حتى هي الله يكثر خيرها، امي هي اللي كبراتهم وهي اللي صارت عليهم في الظرف اللي كنا كندوزو فيه في ديك الوقت الخيبه. الحمد لله وربي جازاه والحمد لله تحنا ارتاحينا معاه. ما خصنا حتى شي حاجه كما كيقولوا المغاربه، ما عندناش وما خصناش الحمد لله وشكرا. عاوز تبعث له رساله تقول له ايه؟ الله يرضى عليه، الله يرضى عليك، الله يحفظك من عين بنادم، والله يخلي لك الكليه وهذيك المراه تاع هي تاع هي وش خير عليك. العياد يعني؟ عياد وامه. من اللي وحشتك اكثر؟ عياد.